صحيحتنا وعافيتنا غتكون هاد الصباح رفقة ضيفي الدكتور أحمد العراقي أخصائي في طب الأسنان. أكيد كنرحب بسي العراقي. صباح الخير ومرحبا بك. صباح الخير لا حليمة، شكرا على الاستضافة. صباح الخير المستمعين الكرام، مرحبا بك ورمضان مبارك يدخل عليك إن شاء الله بصحة والعافية. شكرا. اليوم كما تنقولوا السؤال اللي كيطرحوه ربما بزاف ديال الناس دكتور أحمد، سنيناتنا احنا خصنا نهتم بهم طبيعة الحال طول السنة، لكن في رمضان ربما كاين بعض الناس اللي مثلا عاد تطفق عليهم شي ضرسة، عاد كتهرس لهم شي سنة، فواش الصيام أو علاج الأسنان يعني أثناء رمضان واش كيأثر لنا على الصيام؟ واش أنتم كتلقوا هذا المشكل، هذا الناس تتخوفوا أنهم يجيوا يعالجوا سنيناتهم في هذا الشهر الكريم؟ هو فعلا كنلقاو هذا المشكل هذا جينيرالمون مع الناس، حيتاش ولاو تيطلبوا مؤخرا اننا نخدموا مور الفطور، دونك الناس ولاو باغيين يعالجوا الاسنان ديالهم مور الفطور. هي ما كاين حتى شي مشكل، كاينين بعض العيادات وبعض المصحات اللي كيحلوا مور الفطور، ولكن هو اللي خصو يتعرف هو انه علاج ديال الاسنان وسط رمضان ما كاين حتى شي مشكل ولا يبطل الصيام بتاتا. كاينين بعض الطرق اللي ولات كتستعمل بطريقه حديثه، انه ما بقيناش كنخليو كاع داك الماء يدوز ولا الدم يدوز، كاينين دي تكنيك ديال لاسبيراسيون اللي كنصفو زعما جميع اللي كيخرج داكشي، كلشي داكشي اللي كيكون في الفم كنصفوه باش ما كدوز حتى شي حاجه مع الحلق. هذه الاولى. ثانيا كاينين دابا واحد العازل المطاطي اللي ولينا كنديروا على السنه بالضبط. هذا العازل المطاطي شنو هو؟ هو واحد لاديك اللي كنسميوه حنا، هي واحد لا بيس كنديروا على ديك السنه اللي غنعالجوها، باغ اكزومبل فيها السوسه ولا وصل السوسه للعرق، تنعاد كنديروا ديك لا بيس على ديك السنه، وكناخذوا واحد الورقه مطاطيه كتكون اون لاتكس جينيرالمون، وهاد الورقه المطاطيه كنيزوليو ديك السنه من الحلق ومن السنان الاخرين، دونك تنوليو كنخدموا هي في ديك السنه، وهذاك الماء اللي كيخرج من ديك لا توربين اللي كنخدموا بها فهو اوتوماتيكمون كيمشي مع لاسبيراسيون بلا 0% ديال لو ريسك انه يدوز لينا شي حاجه مع الحلق. اذا اليوم الحمد لله يعني كاينين طرق كثيره باش نتجنبوا اي حاجه ممكن تخلينا نتراجعوا عن فكره علاج الاسنان اثناء رمضان، حتى نعرفوا بان الا ما داويناش السنه في واحد الوقت معين ممكن نطيحوا في مضاعفات. اكزاكتومون. كل ما كيتعطل الانسان باش يعالج السنان ديالو كل ما كتكون التكلفه اكبر، وكل ما كيكون العلاج ديالها شويه قاصح. الا كانت السوسه كل ما الحرق تكثر. اكزاكتومون. الا كانت السوسه باقا في البدايه ديالها كنعالجوا ديك السوسه وكتسد المشكل. الا زادت السوسه وصلت للعرق تنصدقوا ديك الساعه خصنا نقتلوا ليها العرق ونعالجوها. مع ذلك ملي كنقتلوا العرق شي سنه ما كيبقاش يمكن لينا غير نعمروها هكاك، ولكن كاينه واحد القاعده عندنا، السنه مقتول لها العرق هي السنه خصها تغلف، دونك تنوليو في اون كورون ابخي، سكي فيك اللهم الانسان يعالج السنه ديالو قبل باش ما يوصلوش المضاعفات الجانبيه. وحنا اكيد غادي يوصلونا البعض من المكالمات اللي ربما غيكون عندهم تساؤل هذا الصباح حول علاج الاسنان اثناء رمضان، او لي عندكم اي سؤال الدكتور احمد العراقي. نذكركم برقمنا للتواصل 05 37 70 59 39، اعيد 05 37 70 59 39، ومعنا الدكتور احمد عراقي اخصائي في طب الاسنان. شنو هما ربما المشاكل اللي تيكونوا كثار يعني اللي هي متداوله عندكم دكتور عراقي؟ المشاكل اللي تيكونوا كثار سورتو في شهر ديال رمضان هي السوسه وصل العرق. باش السوسه ملي كتوصل للعرق ديما حيتاش هو لاكت اللي كنديروا لو بلوس في شهر رمضان، كنعالجوا ديك السوسه اللي وصلت للعرق. علاش؟ لانه كديكلونشا جينيرالمون في هاد الوقيته هادي، الناس كياكلوا في هاد الايام كياكلوا شويه ديال الشباكيه، كيكثروا من التمر، كيبقاو النهار كامل بلا ما يحكوا سنانهم، فهذا خطا. ممكن ماشي مشكل انه الانسان يحك سنانه مره في النهار وخا صايم، راه يحاول ما يصرطش، راه بحال كيمضمض في الوضوء ما كاين حتى شي مشكل. تماما هي نفس الشيء. يعني ما كاين حتى مشكل. كاين اللي يقول لك لا المعجون ديال الاسنان ما تيخصناش ندخلوه للفم ديالنا. يعني وما حدك ما كتسرطوش ما كاين حتى شي مشكل. ما كاينش اشكال تماما. دونك جينيرالمون في رمضان هادشي اللي كنعالجوا ديك المسائل اللي وصلت كتكون تقريبا 90% كيكون هي الحريق اللي كنداويو. العلاجات التقليديه اللي كنديرو بحال ازاله الكالكير، بحال الجراحات، التحياد اكسيتيرا، تيكون ولكن بنسبه اقل، لانه الناس تيخافوا باش يجيو عند طبيب الاسنان، دونك تيخليو المشاكل كتراكم حتى المر العيد.
مر وكما قلنا يعني ممكن الإنسان يطيح في مضاعفات لمجرد أنه تيخلي بعض شو نقولوا بعض الاضطرابات على مستوى الفم تزاد مع الوقت. احنا غادي نتوقفوا لحظات مع الموسيقى دكتور أحمد العراقي. كنعاود نذكر مستمعاتنا ومستمعينا للتواصل مع ضيفي 0537709939. مستمعينا دائما كنرحب وكنجدد ترحب بضيفي الدكتور أحمد عراقي أخصائي في طب الأسنان. عندنا مكالمة من برشيد ناخذو. فتيحة صباح الخير. صباح النور. صباح الخير اختي فتيحة، رمضان مبارك علينا وعليكم، الله يحفظك، عواش مبروك عليكم على جميع الطاقم. علينا وعليك بكل خير ان شاء الله. لا فتيحه، ام دراس سنينات مزيانين ولا فيهم شي مشكل؟ وعندي واحد المشكل استاذه. ايه مرحبا. قولي لنا. دابا انايا دايره شيك تقريبا من 92 ودابا عندي هاد تقريبا دابا شي عامين ولا كيضربني الضو، كيجيني بحال كيضربني الضو، ما كنبقاش نقدر تنهضر، كنت كنضغنا مابقاش نقدر نكمل ديك الضغنة. ومشيت عند طبيب الاسنان قال لي غديري لي غام. مني درت لي غام قال لك لا ربما يكونوا شي عروق عندنا حدا الودان ولا ما نعرف داك الشيء. المهم مني درته ما عندي حتى شي مشكل نهائيا، ما المهم ما عندي والو، ودابا باقي كيضربني الضو وما عرفتش شنو السبب. نعم، خلي ربما دكتور العراقي يطرح عليك مجموعة من الأسئلة باش يقدر يشخص أكثر الحالة. السلام عليكم لالا. عليكم السلام. دونك بالنسبة لهذا الشيء اللي وصفت لينا، هو باش نعطيوك تشخيص بالضبط ودقيق على الحالة ديالك، كنحتاجوا بعض الأشعة اللي كتبين لينا أننا فعلا كاين مشكل. ملي كتقولي درتي الفيكس من 1992، يعني تبارك الله راه دابا هذه فوق 33 عام ولا 34 عام، راها بزاف. الفيكس تقريبا المدة الحياة ديالو من 10 حتى 15 عام إلى طول. ديك الساعات كتكون داك العلاج اللي كيدار تحت من الفيكس هو اللي تيكون في بعض الأحيان مشاكل مع مرور السنوات. دابا ملي كنديروا بحال دابا شي سنة فيكس، يعني اون كورون ولا شي بريد، شي اللي كيهز لينا مجموعة من الأسنان، فكنكونوا في بعض الأحيان اضطرينا أننا نقتلوا العرق لهذيك السنة ونعالجوا داك الجذر ديال السنة باش يمكن لينا نديروا الكلاكورون من الفوق. دونك حنايا هذاك العلاج ديال الجذر السنة هو في بعض الأحيان هادشي اللي وصفتي ليا ديال اللي كضربك الضو، كتكون جينيرالمون السبب ديالها أنه داك العلاج ديال الجذر فوصل لمرحلة أنه صافي ما بقاش صالح. دونك هادشي تقريبا هادشي على ما وصفتي، ولكن باش نعطيك التشخيص بالضبط ديالك خص الحاله تكون قدامنا ونشوفوا الاشعه باش نعطيوك بالضبط شنو كاين. غير هو تقريبا على ما فهمت هادشي اللي كيكون، يعني تقريبا ملي كتقول لي كيضربك الضو في السنه، يعني هذاك لو ليغامون، يعني كاينين واحد لي ليغامون كيكونوا مدورين بالجذر كيتسمى لو ديسمودونت، هذاك لو ليغامون هي اون فوا كيتضغط وكيولي خدام كيضربك فيه الضو. دونك كاين مشكل تما، يعني هذاك العظم اللي كي اونطوري الراس ديال الجذر ديال السنه هو اللي فيه شي حاجه كتكون اون باراتونتيت كرونيك. نعم. شكرا دكتور. لا فتيحه واش واضح بعدا الفكره وصلت؟ لا انا فهمت. اذا دابا خاصني بحال دابا اللي بالي ان خاصني نحيد هذا الفيكس اللي دايره. ما نقدرش نقول لك لا واش خصك تحيده ولا لا، ما حدني ما شفتش الحاله بالضبط، ولكن اللي نقدر نقول لك هو انه خص الاشعه اللي كتكون بالضبط في الكابيني دونتيغ اللي كتكون كتسمى لا غيترو الفيولا، واحد الاشعه اللي دقيقه اللي كتبين لنا ليطا ديال جذر السنه والعظم اللي كيكون متطور به. الا كان جذر ديال السنه باقي يصلح فكنعاودو نعالجوه ببساطه، كنحيد داك الفيكس كنعالجو داك الجذر وكنعاودو نديرو كورونجيتا. ما كانش يمكن له يتعالج هذا المشكل فديك الساعات كنضطروا اننا نحيدو داك الجذر وكنديرو لك زرعة ديال سنينة جديدة. بارك الله فيك دكتور. مرحبا. مرحبا لا فتيحة. بارك الله فيك أستاذ الله يحفظكم. مرحبا. طيب الحالي لعندكم أي سؤال آخر نستغلوا ثلاثة دقائق اللي بقيتنا مع دكتور أحمد عراقي 0537709939. ما غيفوتنيش نسولك دكتور شنو هما الحويجات كذلك اللي ممكن تفادوها باش ما نوصلوش
نقول لكم باش ما وصلوش العيادة عندكم. واللي ممكن تفاداوها هو انه تفاداو انكم ما تحكوش سنانكم وسط النهار. هذه الحاجه اللي كان انا انسيستي عليها، يعني نهار كله راه تقريبا من السحور حتى الفطور 14 ساعه. 14 ساعه ما كتدخل حتى شي حاجه للفم، فضروري انك مره تدوز معجون الاسنان مع شيتة اسنان، هي مره في النهار ما كاين حتى مشكل. اون بلوس مع الحكان وبقيت الفطور ومورا السحور، فديالك غادي تحافظ على النظافه ديال الاسنان ديالك. الا خليتي البكتيريا ديال الاسنان كتراكم مده طويله تما، فغادي تفرز واحد الحمض، واحد لاسيد اللي غادي اتاكي ديك لاكوش تستنى، غادي يدير لك سوسه وغادي تقدر دير لك مشاكل. ولا كيكون ديك التراكم ديال الكالكير توتوتو ديال السنان كيدير لنا امراض ديال التا. نعم، فنحكو سنيناتنا ما فيها باس باش نتفاداو مجموعه ديال المشاكل. البنج، بزاف ديال الناس كيطرحوا كذلك سؤال على البنج، واش كيفطر ما كيفطرش، واش كاين مشكل، واش كاين دي كومبليكاسيون، شنو نجاوبوا هاد الناس؟ الوغ البنج هو السؤال اللي كيتطرح علينا لو بلوس، واش البنج غادي يفطرني؟ هو كان اجتهاد من عند العلماء، ما كاينش شي واحد اللي جا وقال لنا لا راه صحيح ولا غلط، كوساسوا في الشريعه ولا في القران ولا في الاحاديث النبويه. اللي كان اجتهاد هو انه التخدير الموضعي اللي كنديروا في العياده البنج لوكال، فهو ما عنده حتى شي اثر على الصيام ولا يبطل الصيام. هادشي اللي كان اتفقوا عليه بعض العلماء الدينيين، والله اعلم. يعني كتبقى هاد الامور الدينيه حنايا كتكون فوق طاقتنا، ما كنقدروش ندخلوا، ولكن الاجتهاد اللي كان هو انه ما كاينش مشكل بالنسبه للبنج. المشكل اللي تيكون بالنسبه للبنج هو ملي كيكونوا بعض الجراحات، كيف ما كتعرفوا طب الاسنان مؤخرا تطور، ولينا كنضطروا نديروا شي حوايج اللي ما كانتش كطيح في البال اننا كنديروهم شحال هادي. يعني ولينا كنديروا الزراعه ديال التا، الزراعه ديال العظم الا كان ناقص في شي بلاصه باش كنزرع الاسنان. هادو سوسون دي زوبيراسيون اللي كياخذوا لينا مده طويله، كتاخذ لينا بحال دابا كاينين شي عمليات كياخذوا لينا حتى الاربع ساعات حتى الخمسه السوايع، وحنا اون انترفيان في لابوش ديال المريض. اربع سوايع خمسه سوايع، كاينين بعض الحالات اللي كنقدروا نوصلوا لهاد ملي كتكون دي ريابيليتاسيون كومبليت بديز امبلون، تقدروا نوصلوا لهاد التوقيت كله. فهاد العمليات اللي كيكونوا كبار شي شويه كيستحسن انه يداروا سو مورا الفطور سوا خارج شهر رمضان، لانه كنكونوا لي دوز البنج كيكونوا شي شويه اكثر من النورمال. هذه الاولى. وثانيا حنا كنعياو وتا المريض كيعيا، ومع كل شيء صايم كتكون شي شويه القضيه صعيبه. دونك فو ميو ديك لي شيروجي لو نتفاداو حتى مورا رمضان، ما كاين حتى مشكل ولا مورا الفطور. اما المسائل هي صغيره او المسائل هي مستعجله مثلا، ما فيها باس نمشيو نديروا استشاره مع الطبيب، طبيب الاسنان ديالنا. ناخذ مكالمه من الدار البيضاء، ناخذ لمياء. السلام عليكم لمياء. بارك الله فيك. مرحبا بك لمياء. الله يبارك لك، رمضان مبارك لنا. علينا وعليك بكل خير ان شاء الله. تفضلي. الله يخليك. بغيت نقول لك عندي انا مشكل ديال الفم ديالي، كنت بدلت جويت الاسنان ديالي ياك، وملي جويتهم بحال ما تقتلش لي العرق مزيان، كان زرق لي لا جونتيف، هذا اللحم ديال اسناني زرق لي. ومن بعد عاود درت عمليه واحد، درت عاوتاني بدلتهم وصوت ربعه ديال، كان عندي مشكل غير في جوج سنان، درت ربعه سنان باش ما يكونش عندي مشكل. من بعد بدات تكون لي بحال القح في فوق من السنان ديالي، اون فوا تندوز واحد لا بيريود تبدا تكون لي واحد القح فوق منهم. مشيت عند الطبيب دار لي واحد لوبيراسيون، حل لي الفوق، دار لي درت ربعه ديال لي زوبيراسيون بحال هكا، تيحل لي الفوق، تيكرتو لي العظم شي شويه وداك الشيء، ومن بعد عاود تيرجع لي هذاك الشيء. قلت انا ربما المشكل من هذيك الجويه اللي جويت، عاود حيت هذيك الجويات اللي جويت فيهم السنان ديالي. من بعد عاود رجع لي المشكل غير في شهر 7، درت عمليه واحده اخرى الفوق، نفس العمليه اللي كندير، حلوا لي عاوتاني لاجونسيف، كرتوا لي داك الشيء ديال القيح اللي عندي وداك الشيء، وبحال دخلت لي شي شويه حتى الانف ديالي وداك الشيء، قالت لي صافي راه مزيان. دابا ديرنيامون وقع لي مشكل عاوتاني، ولا رجع لي هذاك القيح. انا النيف ديالي حدا ما كانش تيطلع لي حتى حدا النيف، دابا عندي هنايا وبحال منفوخ ليا، وعندي بحال النيف ديالي كنحس بيه بحال بدا تيطيب لي من الداخل ديالو، ما بحال تيتقاس لي النيف ديالي. ومشيت عند الطبيب، شاف لي شاف لو كاد ديالي، دار لي واحد لا راديو عندي تما في الكابيني، قال لي داكور انا غادي نشوف نستشر ونشوف المشكل شنو عندك بالضبط. وانا قال لي بيتيتر انا نقدروا نحيدوا لك هذوك جوج سنين، قلت له انا ماشي المشكل هو خاصني الحل. من بعد ما عاودوا عيطوا لي ما كان عندي اوكان غوتو. الله يخليك، بغيت غير استشاره نعرف شنو الطريق اللي من طبيعه الحال الا قدرنا نفيدوك اكيد. شكرا نخفوا عليك لمياء، خصوصا يعني ملي تيكون الانسان هكا ما عندوش واحد الجواب
واضح حس وربما تأثير ديال مشكل واحد تيولي الإنسان طايح في بزاف ديال المشاكل. بحال لمياء. شكرا لمياء. نعم بالنسبة لهذا المشكل اللي قالت لنا لمياء، فاللي كان قدر نفهم من الكلام ديالها هو أنه ما تقتلتش ليها العرق مزيان، هادشي اللي قالت في الأول، وتعاود تقتل العرق بمدة واحد المدة زمنية واحدة أخرى، نطوية لها من الفوق ديال الجدار، حلو لها لاجونسيف، كرطوا لها العظم، دونك داروا لها بلوزيغ زوبيراسيون باش يحاولوا أنه ينطفوا لها الماكسيموم داكشي اللي كاين. على ما فهمت أنا هو أنه داك القتل ديال العرق ما دارش بطريقة اللي مزيانة. هو باش نبسطوا الناس والمستمعين الكرام، هو أنه قتل العرق شنو هو؟ قتل العرق يعني كنحيدوا كاع داك الأوعية الدموية وداك لونيغ اللي كيكون في قلب من السنة، وكنطويه بواحد لي برودوي اللي كيكونوا تري تري فور، تيكونوا بحال الريحة ديالو بحال جافيل، سيدو لي بوكلوغي دو صوديوم، هذاك لو برودوي اللي تيلمون فور كيقتل جميع البكتيري اللي كاينه. مور هذاك العرق تنعمرو بواحد لو برودوي اللي كنسدو عليه كومبليتوم وكنخليوه تما. ملي كيكون عندنا في بعض الاحيان قتل العرق ما دارش مزيان، يعني كنخليو بحال دابا الا كانت الجدر فيه 15 مليمتر كيقدر يكون الطبيب في بعض الاحيان قتل غير 10 وخلى 5. هذا ما كيكونش خطا طبي، هو باش كتقتل العرق في بعض الاحيان تيكون صعيب علينا نقتلوا العرق. كاينين بعض العروق اللي كيكونوا مبوشين، كاينين بعض العروق اللي كيكونوا فيهم بعض المشاكل اللي حنايا وسط العلاج ما تنقدروش ندوزو، يعني تيكونوا بعض الحالات المستعصيه. بعض الحالات المستعصيه اكزاكتومون في قتل العرق. قتل العرق هو واحد لاك اللي شي شويه صعيب، اللي تقريبا اطباء الاسنان كاملين اللي كنعرف انا شخصيا تيعانيو من هذا لاكت. هذا هو باربي لي زاكت لي بلو ديفيسيل عندنا، دونك سي با شي حاجه اللي سهله. اي هذا القتل العرق باش يدار مضبوط 100% فخصو بزاف ديال الضوابط وواحد لو كاي تشارج اللي يكون مضبوط. دونك انا اللي قدر نقول لهاد السيده هذه باش نحاول نفيدها الماكسيموم، واخا ما شفتش الحاله، هو كاينين دابا في طب الاسنان ولينا كنتوجهوا بحال الطب العام، ولينا كنتوجهوا للتخصصات ديال اطباء الاسنان. طبيب الاسنان دابا ولا كاين اخصائي امراض اللثه، اخصائي علاج الجذور، اخصائي الزراعه، اخصائي التقويم، اخصائي بزاف الحوايج. انا اللي قدر نقول لك هو سيري شوفي اخصائي علاج الجذور اللي يكون اخصائي يعني كي فيكوسا يعني كيدير غير هذا الشيء، هو اللي غادي يقدر يفيدك في هذه الحاله ديالك. هو ممكن الا كانوا حاولوا يديروا معك جميع الطرق، يعني كنت سمعت بلي داروا لك الجراحه وفتحوا لك وفتحوا لك، فاذا كان هذا الشيء كامل دار وصانو مارشو با وصل لك المشكل الانف ديالك، فيستحب انه الا كان كل شيء نفونكسيون با انك تحيدي هذوك السنينات. وما كاين حتى شي مشكل دابا افيك الطرق ديال الزراعه، يمكن لك تعوضيهم وتزرعي جوج سنين جداد بحال ما كاين حتى شي مشكل. تمنوا ان شاء الله الشفاء لمياء والجميع. وصلنا نهايه الفقره، داز الوقت معك بسرعه دكتور احمد العراقي، كنشكرك على دورك معنا، وغدا اكيد لنا لقاء معك ان شاء الله باش نتكلموا على موضوع اخر كيخص صحه الفم والاسنان. غدا ربما نتكلموا على تاثير امراض الاسنان على القلب. مرحبا دكتور، ما كاين حتى مشكل، رمضان مبارك بسعود، غادي نواعدك بكل خير ان شاء الله. ان شاء الله بالصحه والعافيه للجميع. شكرا جزيلا لك دكتور احمد عراقي، اخصائي في طب الاسنان، هذه 10:35.